والله ما أدري شو نقول لكم من جمال. جمال تكون سحب الماماتوس في مرتفعات السودة، ولا جمال بحر الضباب اليوم 27/10/1442، والزوار يوثقون أجمل اللحظات في إطلاع لا قوة إلا بالله على مرتفعات من مرتفعات السودة في منطقة عسير. بالأسانة عن درجة الحرارة أقول لكم تقريبا 15-16 الأجواء شتوية. تجي منطقة عسير ومرتفعاتها خذ لك ملابس شتوية احتياطا، ويا الله تغيث البلاد والعباد، ويا الله تحفظ لنا قيادتنا ووطننا. وشوف شوف سحب الماماتوس، يا صلاتي على النبي القادم أجمل. These are the